السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل ما نتكلم على بيان الشكر اللي توجه به مجمع وكلاء السيارات الرئيس الجمهورية، حبيت نحكي على الفرحة اللي أنا حسيت بها في مواقع التواصل الاجتماعي لدى الشعب الجزائري اللي حاب يشري سيارة جديدة بسعر عادل ومعقول. حقيقة فرحة كبيرة بعد قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول ملف السيارات، فرحة تحسها في أوساط الشعب الجزائري، والفرحة هذه ناجمة عن الحرمان والحاجة الكبيرة للسيارة. مادام كاين حرمان كبير لما تحصل على الحاجة هذيك، حقيقة راح تحس بفرحة كبيرة في انتظار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أرض الواقع باش تكتمل الفرحة لدى أوساط الشعب الجزائري كافة، وكما يقولون إن شاء الله كامل نشوف هذه الفرحة. وهذه هي الحاجة اللي خلتنا أشك فوان نبحثوا برسائل رئيس الجمهورية ونوصلوا صوت المواطنين، وأنا واحد منهم، وقولوا له ناس راهي تعاني حول الملف. والحمد لله اليوم كانوا ناس هم أسباب ولا باش وصلوا الرسالة إلى رئيس الجمهورية، بينهم مجلس الشعبي الوطني شفنا شحال تكلموا، ووصل حقيقة الرسالة لرئيس الجمهورية واتخذ قرارات راح تكون إن شاء الله في صالح المواطن. وهذه هي الحاجة اللي كنا حابين نشوفوها. الفرحة هذه هي البليزير تاعنا، باش أنا شخصيا نشأت القناة باش نشوف هذيك الفرحة في وسط الناس اللي كانوا محرومين من السيارات، وإن شاء الله لما يدخلوا سيارات نزيدوا نشوفوا الفرحة هذيك ونفرحوا كامل إن شاء الله. الآن نتكلموا على رسالة الوكلاء إلى رئيس الجمهورية، لأن نتكلم على الوكلاء وإعداد دفتر الشروط إلى آخره. وكلاء السيارات قال لك طالب الاعتماد تلقوا قرارات رئيس الجمهورية بارتياح وسرور كبيرين. معناتها ان شاء الله هذه المره راح يكون فيها خير على الاقل. مادام وكلاء السيارات من قبل شفنا وزاره الصناعه كانت تحكي ولا تتخذ قرارات، يخرجوا مباشره ينتقدوا الكلام تاعها ويقول لك هذا الكلام لا اساس له من الصحه، وشفنا شحال من لات ولا رساله داروها وكلاء السيارات. لكن هذه المره راهم يثمنوا قرارات رئيس الجمهوريه ان شاء الله اللي راح تكون في صالح المواطن. كذا يقول لك يتوجه بأعمق عبارة شكر لسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التدخل الفعال لحل أزمة السيارات التي طال أمدها وامتدت عواقبها إلى كافة طبقات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين. كذلك وكلاء السيارات ولا مجمع وكلاء السيارات مازالوا ملتزمين بليزونغاجمون ولا الالتزامات تاعهم أنهم يروحوا إلى صناعة حقيقية في الجزائر، وهو المسعى تاع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللي راهو فعلا حاب يأسس صناعة حقيقية في الجزائر. احنا قلنا ما ناش ضد صناعة السيارات في الجزائر، ولا بالعكس حاجة تشرف بلادنا وماذا بينا نشوفوا صناعة حقيقية في الجزائر، لكن حاليا قلنا كاين لازم نفتحوا المجال هذا عن طريق الاستيراد بعد نروحوا الاستيراد. والحمد لله رئيس الجمهورية تبان اللي تفهم الشعب هذا وعرف الطريق الصحيح إلى باش يكون الصناعة حقيقية في الجزائر. كذلك قال لك راهم ماشيين في المسعى تاع رئيس الجمهورية باش يخفضوا في فاتورة الاستيراد. كذلك مجمع وكلاء السيارات وجهوا برسالة شكر إلى المجلس الشعبي الوطني اللي هو النواب البرلمانيين اللي فعلا كان عندهم دور كبير باش وصلوا الرسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعلى رأسهم نذكر على رأسهم برلماني اللي كامل شفناه حقيقة وصل صوت الشعب وتحسوا فعلا جاي من الشعب اللي هو البرلماني عز الدين زحوف. أنا من هذا الفيديو نوجه له تحية خاصة، وماذا بيا هذه التحية توصل إلى النائب البرلماني اللي كان دافع على ملف استيراد سيارات، وكذلك حس بمعاناة الشعب الجزائري، والأمثال تاعو كثيرة وكثيرة من النواب. أنا شخصيا شفت أكثر واحد دافع على ملف استيراد سيارات هو النائب عز الدين زحوف. كذلك قال لك هذه انفراج الأزمة إن شاء الله راح يكون عن قريب، وكذلك يأملوا باش يجسدوا الوزارات قرارات رئيس الجمهورية، لأن المشكل يا خوتي راهو في التجسيد تاع قرارات رئيس الجمهورية. أشاك فوا رئيس الجمهورية راه يتخذ ولا يعطي أوامر وتعليمات، لكن المشكل راهو في التجسيد. هذه اللي مازال ما فهمناهاش، إن شاء الله
الوزارات هذو يمشوا في المسعى تاع رئيس الجمهوريه ويزيدوا يفرحوا حتى هما المواطنين وتكون فرحه فرحتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.